يا الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير والإيمان بحق إمامنا الحسن المظلوم المسموم صاحب القبر المهدوم، إن شاء الله المهموم ينفس همه والمغموم ينفس غمه والمكروب تكشف كربته والمديون يقضى دينه والمريض أو عنده مريض يعافى ويشاف وصاحب الحاجة للدنيا والآخرة تقضى بحق الإمام الحسن وببركة الصلوات بأعلى الأصوات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي ومولاي يا رسول الله، صلى الله عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، يا صاحب المصيبة الراتبة ويا صريع الدمعة السامة، ما خاب من تمسك بكم سيدي وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما، إن شاء الله فوزا عظيما في الدنيا والآخرة. قال الله في محكم كتابه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن إبراهيم كان أمة، صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم اجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، لا بأس بالصلوات ثلاثا وبأعلى الأصوات. بناء الإنسان على نحو التكامل وعلى نحو المواجهة للواقع والمواجهة للمستقبل، هذا يتطلب ويستدعي الجهد ويستدعي التخطيط والتفكير، ويستدعي ثالثا المراقبة
لمن يريد أن يجعل من هذا الإنسان نموذج حي فعلي لصورة الإنسان وحقيقة الإنسان المتكاملة. طبعا يستدعي التخطيط، لأن كل عمل ما يخضع للدراسة وما يخضع للمنهجية هذا فيه شيء من المجازفة وفيه شيء من المغامرة. نقط وياي شوية، نقط وياي بعض النقاط نحتاجها اليوم ضروري للرؤية الصحيحة والسليمة لمحنة إمامنا الحسن عليه السلام. إمامنا أول نقطة نسجلها على جهة اليمين في الجنب الإيجابية للدفاع عنه، أنه كل خطوة كانت في مرحلته رغم التبعات التي جاءت إليه من المراحل التي قبله، بغض النظر عن التبعات والمؤاخذات التي سوت على المجتمع، أنه كان كل خطوة من عند أبي وأمي خاضعة للدراسة. لأن هاي نقطة افهمها على الإمام وافهمها على النبي وكل رسول سلام الله على الأنبياء والرسل، أن هدف الأنبياء وهدف الرسل وهدف الأئمة أن يجعلون من الإنسان نموذج كامل متكامل يصارع التحديات الآنية ويكون مؤهل لمصارعة التحديات المستقبلية مهما كانت. هذا راح نشوفه على أرض الواقع ويا إمامنا الحسن بأبي أمي. هذا واحد انعكاسنا إحنا، دورنا إحنا، جلوسنا، حشودنا، هاي ثورتنا الإعلامية، بكاءنا الليلة، سوادنا، حزننا، ندبتنا، واحد من الانعكاسات اللي نحصد عليها الليلة أن أمورك خاضعة للدراسة والمنهجية لأمورك عشوائية. هذا لا تزعل منه السؤال، لأن هذا هو اللي راح يخلي لك قائمة تحط نقاط على جهة اليمين وتحط نقاط على جهة الشمال، أن أمورك خاضعة للمنهجة، بيتك خاضع للمنهجة، أكو تخطيط، أكو دراسة، لا سيما لأهم الأمور، لندخل في الجزئيات، لأهم الأمور خبزتك وخبزة عيالك مخضعها للقانون، مصادرها ومواردها، لأن تكون تسجل ملاحظة ثابتة في نفسك وفي بيتك. أبو البيت ما ينسى هاي الملاحظة، وأم البيت تحفظها على ظهر قلب، أن المال عليه سؤالين: من أين جئت به وإلى أين أذهبته، من أين اكتسبته وفيما أنفقته. وهذا حركتنا في البيت للمال مو حركة يومية، لا خلي نكون دقيقين، حركة في كل ساعة. احنا في كل ساعة نأخذ ونعطي، يا رايحين نشتري، يا ماخذين فلوس، يا ساحبين أموال، يا صارفين أموال، وهكذا هذا العمل مستمر. فهاي النقطة لو نسجلها كسؤال للأمور المهمة في حياتنا. أنا عندي أولاد وبنات قاعد أوكلهم، نشأتهم كيف ينمون، نمائهم شلون نمو، طبعا كله في حساب وكتاب. القضية مو هيك كلام يمشي مرور الكرام يمر على الإنسان، لا، هذه نقطة. اللقمة المال هذه خاضعة للدراسة والمنهجية، كإنسان يريد ينمو نمو تكاملي، دينك دين فطرة ودين عقل ودين تكامل ودين أخلاق، ما يقبل بالخطأ. يعني من واحد يقول أنا مسلم كن يتفاخر أني أنا مسلم، ليش؟ لأن أمير المؤمنين عليه السلام يقول لا شرف أعلى من الإسلام. أعلى مرتبة بالشرفية شنو؟ لا شرف أعلى من الإسلام. فاليوم واحد لما يقول أنا مسلم يستشعر الشرفية، يعتقد بها، يمارسها حضوريا عنده.
فهي نقطة حتى نباوع على انعكاساتنا في جلوسنا في محافل أئمتنا بأبي وأمي، أنه أمورنا نخضعها للدراسة. هل سؤال المصير المال ذهابه وإيابه، والسؤال الثاني لما نريد نزوج أولادنا وبناتنا نخضعها المسألة المنهجية، نمشي برأي رسول الله؟ هاي أسئلة لا بد لها من جواب. من أجي أزوج ابني أدور لصاحبة الدين، وأغض النظر أنه ما أدور جمال درجة أولى درجة ثانية درجة ثالثة، أخلي الجمال شيء ثانوي. وأخلي تتذكرون في أيام الإمام السجاد عليه السلام لما طرحنا في الحياة أكو أمور على الجانب الأساسي وأكو أمور على الجانب الثانوي، احنا متناولين اللهم أصلح لي ديني، فإنه لا تنسى الفكرة والمعلومة تفيدك. فهنا شنو الأساس في تزويج ابنك لما تريد تزوجه؟ هنا منو اللي يعمل؟ الهوى والرغبة والشهوة والمقاييس الدنيوية؟ لو لا تفكر فعلا أنت تريد تبني ابنك وتبني أسرته وذريته وتحسب حساب، لأن هذا باكر وراه تحديات أكبر ومصاعب في الحياة أشد. تنظر لهذا هذا موضوع خاضع للدراسة لما أريد أزوجه. النقطة الأهم بعد هو أنه عندما تريد أن تزوج بنتك تختار لها من؟ شوف رسول الله صلى الله عليه وآله ينطي حديث بعيد المدى، من ارتضيتم دينه وخلقه وزوجه. ما عول على المال، ما عول على الجاه، ما عول على السلطة، ما عول على أنه ابن فلان ابن الأسرة الفلانية، هذه كلها كسرها النبي الحواجز. فأول الانعكاسات اللي نطالب أنفسنا في صحة الانتماء والانتساب أن أمورنا خاضعة للمنهجية وللدراسة، لأن هذا الإسلام يقول الإنسان المتكامل، الإنسان اللي فعلا هو إنسان، وإلا كيف إبراهيم يصير أمة وهو فرد؟ كيف إبراهيم القرآن يقول إن إبراهيم كان أمة، شلون فرد يصير أمة؟ شلون فرد يصير إنسانية بكاملها، مجتمع بكامله، ثورة بكامله، قوة عزة، كيف يكون؟ حكي هو إنسان يصير أمة؟ إن إبراهيم كان أمة. إبراهيم راح رجع الواقع التاريخي، أبو ما عنده، أم ما عنده، أخ ما عنده، أخت ما عنده، صديق ما عنده، لوحده. أنت تدري الأمة لما ردت بوقتها يحرقون إبراهيم، ما بقى واحد بالمجتمع ما جمع حطب لحرق إبراهيم، حتى اللي عنده حاجة ضايعة نذر نذر إذا يلقاها يجيب حطب لحرق إبراهيم، اللي عنده مريض إذا طاب المريض مالته يجيب حطب لحرق إبراهيم. كان يمر الطير من فوق النار فيقع فيها نار، ليش عندنا رواية تقول رموه بالمنجنيق؟ رواية تقول رموه لأن نار 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 جمعوا له حطب، كل المجتمع تحرك ضد إبراهيم، وإذا إبراهيم بس لوحده. لكن إبراهيم من كان وياه؟ ذاك القرآن شو يقول؟ إن إبراهيم كان شنو؟ أمة. هاي هواي بها أبعاد، هواي بها أبعاد كلمة أمة، لكن يريد ينطينا صورة الإنسان الواقعي المتكامل اللي هو فعلا إنسان، هذا يعمل بالمنهجية والتخطيط. هذا واحد. اثنين، طبعا المنهجية والتخطيط هذا جانب ذهني، أنك تفكر يلا تعمل. يجي واحد للنبي صلى الله عليه وسلم يقول له يا رسول الله أنا أريد منك نصيحة دائمية. يعني شنو؟ يعني ما بيها أكسباير، يعني ما تنتهي بوقت يرحمكم الله. أريد نصيحة كون تشتغل وياي ليل مع نهار في كل أموري. قال له إيه، بس أوقف، إذا أعلمك تتعلم؟ قال له إيه يا رسول الله، أتعلم أطبق. سكت النبي، رجع له مرة أخرى عليكم السلام، رجع له مرة أخرى، قال له يا رسول، قال له إذا أعلمك تتعلم؟ قال له بلى يا رسول الله. وثلاث مرات يقول الراوي، وثلاث مرات يعيد عليه رسول الله أنه إذا أعلمك تتعلم. أنت تتصور هذا في علم الحديث يناقشوا العلماء مسألة ظهور الدلالة، هذا موضوع مو سهل، النبي ما انطى إلى بسهولة، ولكن قدم له ثلاث مرات تأكيد أنه أنا إذا علمك تطبق وتتعلم. قال له إيه أطبق. بعد الثالثة
قال له إذا أردت أمرا فتدبر عاقبته. إذا تريد تسوي قضية ادرس نتائجه. لا تباوع لأنه تريد تتزوج وبس تشتغل وبس تزوج وبس وماشي، لا لا ادرس لي نتائج، شوف النتائج. وطبعا ثلاث أرباع أخطائنا، إحنا نعترف ثلاث أرباع أخطائنا لأن ما عدنا دراسة لنتائج الأمور، حركتنا آنية، قليلي الصبر في هذا الموضوع. هاي مؤاخذة تسجل علينا، البخير يعالجها ويحاول يدرس الأمور. فإذا التخطيط والمنهجية تحتاج إلى جهد، تحتاج إلى عامل الجهد، تحتاج إلى عامل التعب، أن الإنسان يتعب. ولذلك القرآن يشير إلينا بسم الله الرحمن الرحيم، من القائل؟ ولقد خلقنا الإنسان في كبد. كبد يعني شنو؟ يعني تعب، يعني جهد. أكو فرد حديث هسه ما أدري هو يعني يتحمل المجتمع ويفهمه، هذا يراد له استيعاب، وإحنا اليوم كمستوى ثقافة وندعي إحنا مثقفين متحضرين نستخدم التقنية والتكنولوجيا، المفروض نفتهم هيك أحاديث، المفروض نتعامل وياها بردود أفعال إيجابية، ما نعتبرها ثقيلة على أسماعنا. إذا كانت هي ثقيلة على أسماعنا فكيف ستكون على قلوبنا؟ إذا كان الحديث على سمعك ثقيل، على قلبك شلون راح يكون؟ وهذا حديث تدري شو يسوي؟ سبحان الله، اللي يقرأه يسوي له نقلة حادة في فهمه للأمور واستيعابه للأحداث اللي تجري حوله. يقول النبي صلى الله عليه وآله: أريحوا أجسادكم بالتعب ولا تتعبوها بالراحة. شلون فهم هذا؟ شلون نقدر نفهم الأمور؟ أريحوا أجسادكم بالتعب ولا تتعبوها، هذا عكس فهم الناس، هذا عكس الفهم السائد عند الناس، إنه شنو أريحوا أجسادكم شنو؟ بالراحة، دور الراحة لجسدك ولا تتعبه، عكس النظرية. لكن نظرة النبي بعيدة المدى، لأنه الإنسان يوم القيامة شو يقول؟ يا ليتني قدمت لحياتي. يقصد النبي تعب نفسك في الدنيا وتحمل متاعب الدنيا وانت هناك اكو راحة. شوف هسه مثلا المجتمع البوذي، المجتمع البوذي بوذا رسم له قوانين، وهاي القوانين اللي رسمها بوذا قوانين عقلية منطقية، قوانين إصلاحية، قوانين تصنع من الإنسان إنسان مهذب، يعني مختصر تصنع من الإنسان هالمعادلة: قليل شره كثير خيره. وهذه من صفات المؤمنين اللي أكد عليها أمير المؤمنين. أمير المؤمنين عليه السلام يقول في صفات المؤمن: بشره في وجهه، حزنه في قلبه، نفسه، شوف نفسه هو أصعب من الصلد، الحصو الحجر الخشن، وهو أذل من العبد. عجيب عجيب، اسمع زين شو يقول: كثير خيره قليل شره. لو يصدر منه شر يصدر منه على نحو السهو، يصدر من عنده على نحو عدم القصد. وشنو هذا من صفاته قليل شره؟ أنه يعالج الشر، يعتذر، يصلح الموقف، يعالج الموقف معالجة سريعة. بوذا انطى قوانين وبروتوكولات للناس، شنو فهمهم؟ شنو روح الفكرة البوذية شنو؟ قال لهم: احنا ما مخلوقين لهاي الحياة، اكو حياة بعد هاي الحياة المفروض احنا نرتاح بها، فاتعبوا انفسكم بهاي الحياة حتى ترتاحون بالحياة الاخرى. شوف شلون فكر وشلون تغذية. ولذلك صارت عندهم طقوس وصارت عندهم آليات عمل شنو؟ يجيعون هواي، يبردون، تتعرض اجسادهم، تتعرض مواقفهم لجوع، لحر، لتعب في الدنيا. ليش؟ لان الفكرة اللي استقرت عندهم انه الحياة مو هنا، الحياة وين؟ حياة اخرى اكو. هذا فهم، هذا قبل آلاف السنين، والمجتمع البوذي يحمل هاي الفكرة على نحو الاعتقاد والجزم والإيمان ببوذا ويقدس هذا الشخص. إذا أنت حتى تجي تبني إنسان يحتاج جهد. ليش؟ لأن شو يكون الهدف؟ الهدف ببعدين: البعد الأول أن يكون هذا الإنسان خيره كثير شره قليل، ها
هذا البعد الأول. والبعد الثاني التحدي ما للدنيا، لأن الدنيا إذا تريد الذل الإنسان الذله، الدنيا إذا تريد تراوي نجوم الظهر للإنسان تراويه، الدنيا إذا تريد تصنع بالإنسان تفتك به فتك. ليش أمير المؤمنين يحاكيها بصراحة؟ يقولها لو كنت قالبا حسيا وشخصا مرئيا لأقمت حدود الله عليك. هذا كلام أمير المؤمنين. غري غيري إني مطلقك. شوف كلام أمير المؤمنين جدا دقيق. لو كنت قالبا حسيا وشخصا مرئيا لأقمت حدود الله فيك. قالوا لي ليش يا أبا الحسن؟ قالهم في أناس غرتهم وخدعتهم، وإلا واحد يصلي ويصوم ويحج بيت الله ويجي يتقرب إلى الله بقتل الحسين؟ هذا شلون هاي المعادلة نفهمها؟ شلون نفهم هاي المعادلة؟ كيف تغر الدنيا هكذا نماذج؟ هسه تغر الفاسد، تغر المنحرف، لكن أبو الصلاة، أبو الدين اللي قاعد يبني. إذن هنا لما تخضع بناء شخصية الإنسان وطريقة تكاملي لازم خطط منهجية، لازم جهد. الشيء الثالث وهو المهم، عامل الوقت. عامل الوقت اللي هو عامل الصبر في بناء الإنسان. أكو كلمة أهلنا حفظناها من عندهم، يقولون ما يصير راس إلا يشيب راس. عجيب هاي الكلمة، تدري شو معناتها؟ هاي أعتقد يعني بحسب فهم الإجمال، يعني ما قاعد وياهم واحد محاورة، هاي الظهر بالتربية، بالتربية وإعداد الولد وإعداد البنت، إنه لما تكبر وتبني يشيب قلبك يعني. الله تكبر، زين إحنا هنا هذا اللي نحتاجه، عامل الوقت. كم يحتاج الأب والأم اليوم إلى صبر على أولاده؟ يعني هواي بصراحة. إحنا اليوم معاناتنا مشترك، الأبناء يعانون. منين يعانون؟ لما اليوم نلمي اللوم ونلقي بالعتاب على الولد، نقول له أنت ليش ما تبر بأبوك؟ ليش بتبر بأمك؟ ليش خلقك قليل؟ أيضا إضافة إلى اعترافه بتقصيره وخطأه، يقول أبوي ما يساعدني على هذا، أمي ما جاي يساعدني على هذا الموضوع. ليش؟ هذا الأمر إلى واقع في الروايات. يقول النبي صلى الله عليه وآله في الرواية اللي ينقلها الشيخ الصدوق في كتاب الخصال الجزء الأول باب الاثنين، رحم الله أبوين أعانى أبنائهم على برهم، ولعن الله أبوين أعانى أبنائهم على عقوقهم. هذا ترى فهم واضح أنه الأب إلى دور في مساعدة ابنه. ابنك شوية انظر له، شوية ادرس له، شوية ابذل له جهد، تعب نفسك. طبعا إذا عندك الجلسة على الانترنت أهم من الولد، طبعا خلاص ما يحتاج كلام بعد. إذا عندك السفر والفسحة والتفسح والاختلاط والشهوات وغيرها أهم، طبعا طبعا. هذا شنو راح تزرع أنت تجني؟ إن من يزرع يجني ما نوى، جل من يبصر أخفى الخافيات. إذن الآية تفتح لنا أفق في بناء الإنسان التكاملي الذي يكون إنسانا يقارع الدنيا ويصارع التحديات. يا ناس يا عالم، عندنا مشكلة معقدة اليوم، وهي هاي الانهزامية اللي نعيشها، الانهزامية على سجادة صلاة ركعتين ما نصبر. قضية مو سهلة، نهار شهر رمضان ما نصبر. في الحج تصدر من عندنا أفعال ولا كأنها رحلة إلى الله. هاي مراسيمنا قاعد تكشف ما في داخلنا من نوازع ومن دوافع ومن أهداف ومن غايات. يعني إحنا لما نسمع شخص يدخل على الإمام الحسن يسلم عليه، يقول له السلام عليك يا مذل المؤمنين، هاي كيف توجد في المجتمع؟ أنا ما أرد أسوي لك مقايسة حادة، بس أنا هم ألقى اليوم واحد حاط رجل على رجل وكاظل أرجيلة بإيده، وهذا مجتهد وهذا مو مجتهد، وهذا عالم صح وهذا عالم غلط، هم ألقى نفس الصورة البشعة هاي. قاعد ألقى صور بشعة في المجتمع، قاعد أعيش ويا المجتمع وألقى اليوم، يعني مع احترامي لبعض الناس وبعض الشباب، مو من أهل التخصص، هو مو من أهل التخصص، مو من أهل الصنف، وقاعد يقيم لإنسان. أرد أضرب لك مثال،
العلامة المجلسي محمد باقر المجلسي صاحب كتاب بحار الأنوار، هذا الرجل أبوه محمد تقي كان طفل صغير عمره 10 سنوات، له أخ اسمه محمد صادق، أبوهم يبيع ويشتري بالحنطة، لكن وافق في يوم من الأيام أنه أبوهم يسافر سفر بعيد، فإجا خلالهم كمية من الحنطة وخلى فرد شيء قوت عند أمهم وأخذهم إلى أحد مراجع الدين في وقته. شو اشتري في وقتها؟ قال لذولا أولادي أريدك يمك تدرسهم تعلمهم، بس دير بالك على محمد تقي، لأن محمد تقي قال له عنده علامات نبوغ، نباهة، متعب نفسه، يعني يسوي واهس إنه واحد يدرسه. محمد صادق يقرأ قال له، بس محمد تقي اهتم بي. فعلا هو هم ظل مركز علامتهم، بس هذا ينطيه لأن شاف عنده قابلية أرضية استعداد أريد. إجا يوم العيد شالش كم تومان وانطاه لمحمد تقي، قال لي هذني إلك، أنت تدرس عندي وذني قوم به نفسك وباشر عيد فرح نفسك. قال له ما أقدر آخذ. قال له ليش؟ قال له أبوي ما موجود ولازم أستأذن من أمي، شنو رأيك؟ أكو هيك مستوى بأولادنا؟ بينك ما بين الله، يعني هيك موقف ما يخلي الأب والأم يشعرون بالتقصير، ما يخليهم يفكرون احنا اليوم مو قاعد نبتلش بناس يصعد عضو برلمان هو حديده عن الطنطل كل شيء ما يسوي المجتمعه، مو قاعد ياخذ رواتب، روح شوف العراق، روح شوف بعض البلدان مبتلين، بل واحنا هنا هذا الانطلاق، هذا البناء، هذا الاساس، هذا بعد امن وين ما تخليه، امن عليه اذا نشئته صحيحه وتربيته صحيحه، وين ما تخليه لو حتى يكون رئيس جمهوريه، امن ينطيك خبزتك، هو مو يحاربك على خبزتك ويغشك ويخونك، هاي نقطة جوهرية. فقال له زين روح لأمك استأذن من عندها وتعال باكر. فراح الأمة، أمة قالت له ابني زين سويت ما أخذت، زين سويت ابني ما يصير تأخذ، احنا أولا خبزتنا موجودة، قالت له صح احنا بسطاء وفقراء بس خبزتنا متوفرة، ابني أنا أخاف عليك إذا تأخذ اليوم باكر ياهل يجي ينطي كم تأخذ، فلا تأخذ وليدي أبدا، لا تأخذ، اعتذر من العالم وقل له عدنا وأمي ما قبلت أأخذ. فرجع ثاني يوم بموقف صلب، وهو طفل عمره 10 سنوات بموقف صلب، وقال للعالم ما قالته أمه بالحرف الواحد، فدمعت عيناه العالم، دمعت عيناه، لكن شنو سوى؟ شال إيده، قال له أنا ما دام هكذا راح أدعو لك أنه الله يرزقك العلم ويرزقك الدين ويرزقك التقوى، وخصص له دعاء لذريته أنه الله يبارك لك في ذريته، وإذا الأيام تجي ويصير عالم محمد تقي، ومحمد تقي ينولد من صلبة ومن رحم أهله عالم آخر اللي هو محمد باقر صاحب كتاب بحار الأنوار، اللي هو هسه مغطي مساحة كبيرة في الساحة الإسلامية وفي مدرسة أهل البيت. هذا الكتاب اليوم بحار الأنوار لما ينطبع اليوم، اللي هو قبل 800 سنة تألف، ينطبع اليوم يصير 110 مجلد، وانكتب بوقت لا ضوء ولا لايت ولا ورق ولا قلم، انكتب قبل 800 سنة. هذا هيك إنسان يبدع في حياته، هاي تربية الله، هاي النشأة الصحيحة اللي الإنسان ينشأ من عدها ويكبر، وإذا بيغطي الدنيا خير، يغطي الدنيا علم. احنا هذا اللي يجي يدخل للإمام الحسن ويسميه هذا الاسم، احنا اليوم نشوف صور مشابهة، اللي يجي يقيم لعالم بذل حياته وبذل وجوده وبذل كيانه، وإذا بواحد محفحف شلون ما شلون، وقلت لك كأب النرجيلة بإيده وزين، والله لو تدرب ألفاظهم شنو بعض شبابنا وأولادنا والله يقشعر لها البدن. للأسف مجتمع ما يحاسب،
مجتمع ما يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، مجتمع منتظر بس المنبر يحكي، والمنبر هم من يحكي يبتلي، إذا حكى المنبر أكو ناس يعجبها الحكي وأكو ناس ما يعجبها الحكي، اللي يعجبها الحكي الناس تأخذه، واللي ما يعجبها تأولى تعوجه، يعوج الكلمة 100 مرة حتى يصرفها للذوق اللي يريده. هاي يا علي أنا أقاتل على التنزيل وأنت تقاتل على التأويل، تأويل الكلام، هاي مشكلة عندنا، فهي مشكلة بصراحة. اليوم احنا اكو ناس لازم توقف عند حدها، انت كمجتمع لازم يشوفك رافض او قابل قوتك ورفضك الى دور في بناء الفساد وفي بناء الصلاح، الى دور سكوتك وعدم سكوتك. فكون هنا هنا تتحمل المسؤولية. شوف القرآن شو يقول، كنتم خير أمة أخرجت للناس، شنو؟ بماذا؟ بماذا هاي الشرفية؟ بماذا؟ تأمرون وتنهون. النبي صلى الله عليه وآله يقول إن لم تأمروا بالمعروف وتنهوا عن المنكر من يتسلط عليكم؟ يتسلط عليكم شراركم فيدعو خياركم ولا يستجاب له. بعد القضية ما يحلها دعاء وتحلها مناجات وتحلها جمهرة، لا، يحلها العمل، يحلها العمل. فهنا المجتمع يتحرك نحو العمل لمعالجة الفسادات الموجودة فيه. هاي مشكلة كبيرة، هاي راد لها تحرك، هاي الأب يراد يتحرك، الأم. إذا الإمام الحسن عليه السلام الانعطاف الأولى التي تسجل على المجتمع أنه كان مجتمع لا ينظر بقداسة للقائد، وإن كان قائد سمائي من السماء، قائد سماوي مبعوث من السماء، بعثت السماء لكي وجعلناهم، الله يقول بسم الله الرحمن الرحيم، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. التركة التي واجهها الإمام الحسن بأبي وأمي كشخص هو قرآني، الحسن بأبي وأمي شخص إلهي، شخص بنت السماء، بنا بيت النبوة. كان الإمام الحسن عليه السلام من نعومة أظافره صبيا صغيرا تنتهي خطبة النبي في المسجد فيأتي إلى البيت ويصعد على مرتفع ويعيد خطبة النبي في البيت، تسمع أم الزهراء تباوع له خطبة النبي بالحرف الواحد اللي ألقاها في المسجد، وتجي تقول له يا رسول الله ولدي الحسن يفعل كيت، فيقول له عيد للخطبة، يعيد للخطبة كلها اللي ألقاها النبي في من نعومة أظافره. وكان النبي بأبي وأمي يتحرك باتجاه الحسن حركة نظرية، لما يقول سيد شباب أهل الجنة، إمام قام أو قعد، وحركة عملية لما يحط على عاتقه ويطلع وسط الناس يبين. ليش؟ أحد الصحابة ومن الصحابة الأوائل لما شاف هذا المنظر التفت للحسن قال له لنعم المركوب، لنعم الجمل. النبي قال له تقول ولنعم الراكب، مو هن يقولون اللي ما يشوف بالمنخول، اذا انا حاطه على شتافي وطالع بي وانت تشوف بس انا، وانا ما اريد هاي الحركه، انا ليش خليته على ظهري وطلعت، انا ليش طلعت بي وسط الناس حتى الناس تنظر لهاي القداسه انها من الله، هذا عنصر الهي. لذلك هاي مؤاخذة تسجل على المجتمع، والله ما تقوم لنا قائمة إذا أمور الله ما نحترمها، والله ما تقوم لنا قائمة إذا أمور الله ما نقدسها. القرآن المعصوم، هذه المقدسات اللي هي منتسبة إلى الله، مرجع من مراجع النجف الأشرف، معروف استشهد في سبيل الله سيد الصدر قدس سر، كان عنده شرط الاستخارة إلا بإذن، ما يصير يجي واحد ياخذ استخارة لكل واحد، لازم عنده إذن من مرجع، عنده إذن من واحد عنده استخارة. وهذا فرد مبنى يعني بجنب الأخلاقية ملحوظة، ماكو بيفرد التزام شرعي حلال وحرام، لا، جنب أخلاقية. فسئل أحد الطلبة قال له ليش الاستخارة حاطها إلا بشرط، ليش؟ قال له حبيبي الاستخارة من أمور الله، وعلينا أن نكون جديين في أمور الله. فرد مبنى تحرك نحو الدين ونحن نحو أمور الدين بقداسة، ولذلك أنت هاي القداسة موجودة بك على نحو الفطرة والدافع العقل المنطقي. لما أعطيك القرآن أنت أول شيء شو تسوي القرآن؟ تقبله وتحطه على رأسك. أكو
بس احنا لما نزول القداسة من كثير من امورنا لا نقوم نتعامل مع امور الله تعامل لا قداسة، وهي مشكلة. ولا كيف يدخل احدهم على الامام الحسن عليه السلام يقول له اشركت وكفرت يا حسن؟ هذا اللون لما ينوجد بالمجتمع هذا شي يسوي الامام المعصوم بجلالة قدره وقداسته ويقول له اشركت وكفرت يا حسن. طبعا هذا هناك شفنا عن الواقع التاريخي اللي اجى للامام الحسن. المجتمع ايش يحمل من فكر؟ المجتمع ايش يحمل من اراده؟ المجتمع شلون ينظر لامور الله؟ المجتمع شلون ينظر لامور الدين؟ المجتمع شلون ينظر للعمامه؟ المجتمع شلون ينظر للمنبر؟ هذا حكما على ان المجتمع حركته دينيه تحيط بها وتحف بها القداسه حتى ثمره العمل. وإلا ارجع لذلك المجتمع تلقى أمير المؤمنين غذاء من الجانب الفكري تغذية شديدة. روح أقرأ خطب أمير المؤمنين. خطب أمير المؤمنين كانت تصعق أبو الحديد المعتزلي، هذا اللي إجا بعد أمير المؤمنين بمئات السنين، يقول كل ما أقرأ الخطبة تحدث في نفسي شيئا جديدا، كل ما أقرأها كأني الآن قارئها، كأنه قرآن، كأني قرأت شيء. هذا عالم يقيم. أمير المؤمنين كان على المنبر والأشعث ابن قيس يقول للعلي ابن أبي طالب، يقول له هذا الكلام لك عليك لا لك. يسكت أمير المؤمنين على المنبر الأشعث. هذا الأشعث عنصر موجود في المجتمع، هذا اللي هي بنته سمت الإمام الحسن، وابن اللي قتل مسلم ابن عقيل، وابن الآخر اشترك بقتل الحسين، وهو اشترك بقتل أمير المؤمنين. عائلة مباركة ما شاء الله للأسف. بس أرد أقولها والله بقلبي، إيش كم أشعث عندنا اليوم؟ إيش كم أشعث قاعد على كرسي بان، ماسك له وزارة، ماسك له أموال، ماسك إيش كم أشعث عندنا اليوم ومتسلط على عقول الناس وقلوب الناس للأسف. هذا مجتمع لما يترك الأمور ويهمل الأمور وما يصير مجتمع متحرك بوعي وعقيدة ينشأ به ألف أشعث وتنشأ به أجيال من هذا الصنف. فأمير المؤمنين شنو قال على المنبر والتفت للأشعث؟ وأمير المؤمنين قاعد يثقف، علمني رسول الله ألف باب من العلم، كل باب فتحت بألف باب. يدق إيده على صدر علي، يا كمال. قال بلى. قال ها هنا علم جم، نا علم هواي، ولكن لو أصبت له حمله كون القناء استأخذه. يا كميل إنها هنا علم جم، والله إني لأعلم بطرق السماء كما أعلم بطرق الأرض. ويحكي علي بثي بثسلوني قبل أن تجيب لي أخو خيته قال هاي الكلمة، غير علي تجيب لي واحد قدها قال هاي الكلمة، جيب لي واحد جاوب على أسئلة انطرحت عليه مو يقول سلوني قبل أن تفقدوني. فيقوم للأشعث يسكت على المنبر. الأشعث من بقى بالمجتمع أنتج جعدة اللي سمت الحسن وما وفت وياه، أنتج محمد بن الأشعث وقيس بن الأشعث، هذول اللي قلت لك واحد قتل مسلم وواحد اشترك بقتل الحسين، هذا إنتاج. أمير المؤمنين لما سمع من هذا الكلام يقول العلي يا علي الكلام عليك لا لك. تقول الرواية فأدنى إليه بصره، شنو قال له؟ نبه المجتمع، بس المجتمع بقى يحترم الأشعث. قال له منافق ابن كافر، حائك ابن حائك. خلص هذا هيك نموذج، شلون أصعد عضو برلمان أنا؟ شلون أصعد وأعطيه مسؤولية؟ شلون أخليه يتحمل مسؤولية في المجتمع وهذا يجي يعبث في الناس فساد؟ إذن مش مجتمعكم ما يتحرك هيجي، خلاص يتحمل القضية خطرة. فأمير المؤمنين رد وانطى هويته، وكان أمير المؤمنين يعبئ الناس، يثقف يثقف يثقف. شوف تلميذ من تلامذته أبو الأسود الدؤلي، شوية تعلموا يا ناس، وينهم السياسيين خلي يجون يسمعون، أعضاء البرلمان خلي يجون يسمعون هذا الخبر، بس الرؤساء خلي يكون هيك يتعبون أنفسهم توصلهم هاي المعلومة. أمير المؤمنين ربى أبو الأسود الدؤلي تربية علمية وتربية دينية. وأبو الأسود الدؤلي من مناقبه، من وحدة من مواقفه الطريفة، أنه كان ساكن بحي كله نواصب، هو قاعد بنصف
في الكفر. فشي يسوون؟ شي يسوون بالليل؟ هم وعيالهم ونسوانهم يذبون عليه طابوق بالليل حجار. يقعد الصبح يلقى الحوش متروس طابوق، باب الحوش متروس، فيلمه ويستهزئ بهم. هم من يلاقوه بالشارع شي، ها ابو الاسود قلهم ها، قالوا له شفت السماء شلون مطرت عليك حجار البارحه؟ قلهم ليش؟ قالوا له لانك توالي علي بن ابي طالب. فهو يضحك يقولهم لا، هذه ليست السماء. قالوا له شلون؟ قالهم السماء من تضرب تصيب تجيبها بالهدف، بس هاي حجارتكم اللي ما تصيب الهدف ابدا. كان يرجع عليهم. فش قد عندك ايمان وعقيده انه الحجاره اللي تجيك من عدو علي ما تصيبك؟ ليش؟ حجاره الدنيا واهل دنيا، لان القران يقول حجاره السماء شنو ترميهم بحجاره؟ ايش تجعلهم؟ تصيب حجاره السماء، بس هاي حجاره اهل الدنيا. وهذا المنطق يحمله ابو الاسود الدؤلي. المهم ابو الاسود الدؤلي لتربيه امير المؤمنين، امير المؤمنين طا محافظه، انطا عماده مكاني، مسكه يديره، صار وزير، صار عميد مكان، صار محافظ على مكان. لكن ورا سنه امين رجعه، قال له انت تطلع من هاي المسؤوليه، ودينا غيرك، وهو تلميذ عزيز عد علي، هو شخصيه محترمه، قرا تاريخه، هو اللي كتب علم النحو للناس، وكتب علم هذا اللغه العربيه للناس. قال له ليش يا ابا الحسن؟ أنا ما مسوي شيء، ليش غيرت منصبي وليش جبت واحد بمكاني؟ قال له بلغني أنك ترفع صوتك على الناس لما تقعد وياهم وتحاكمهم وتجلس بأمورهم، ليش تزمخ على الناس؟ ليش تصيح؟ يا ناس بحكومة علي بن أبي طالب وزير يصيح، عامل محافظ يصيح على الناس، يعاملهم بقسوة، بدله أمير المؤمنين. إذا يجي علي هسه ولا يخلي مسؤول أظن، ولا يخلي مسؤول، كلهم هم ما يطلعهم على التقاعد، كلهم إقالة 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 إقالة، لأن ما أنصف الناس أبدا. النقطة هنا، هذا الجيل اللي رباه علي بن أبي طالب، وفي قباله الجيل الآخر، الخط الآخر، اللي هم من يسنون السنة السيئة. فالإمام الحسن بأبي أمي لما يواجه تركة ثقيلة في ثقافة الناس، أنه ما يقدسون القرآن، ما يقدسون الإسلام، ما يقدسون الكعبة، ما يقدسون الصلاة. الإمام الحسن طعن وهو يصلي، طعن وهو يصلي. شوف شوف كم جرأة. هذا لو يحترم الصلاة يجي؟ ماكو أحد يصلي إذا مو أنت شنو حاجز تصير الصلاة بينك وبينه. طب هسه تريد تشاجر لك ويا واحد، على تعبيركم تتهاوش لك ويا واحد، تلقاه يصلي، ترجع تخليه يخلص صلاته. يلا هو مو تجي تزنقه هو يصلي، مو تجي تخنقه هو يصلي، الضربة هو يصلي. الصلاة حاجز للهيبة، لكن اللي هذا يضرب الإمام الحسن وهو يصلي. اضطر الإمام الحسن يلبس درع وينزل للصلاة، وهم ضربوه بسهم. لكن هو المجتمع تحول إلى غدر، مجتمع خيانة. طبعا أكو شيء، هذا إن شاء الله بعد ليلتين نخوض على نحو التفصيل بالذوق القرآني، آيات قرآنية كثيرة نتناولها إن شاء الله. المجتمع من يسود به النفاق، خلص بعد اقرأ عليه السلام واقرأ عليه سورة الفاتحة. إذا مجتمع يسود النفاق، التصور معاوية ضرب ضربة قوية في جيش الحسن. شلون؟ ركز على نقطة مهمة في جيش الحسن. بعث في ليلة ظلماء مئات الآلاف من الدنانير، علماً لقائد جيش الحسن عبيد الله بن العباس اللي هو يصير ابن عم الحسن، ووداله خبر، قال له وحدة من بناتي زوجة إلك وتجي يم الشام. يصبح الصباح على جيش الحسن، القائد ويا مجموعة من القادة ماكو بالجيش. هذه كسرة كبيرة، وكشف عن وجود أثر النفاق العملي في الناس. أثر كبير، هذا أثر في المجتمع. وإلا قائد الجيش وزير دفاع، كيف 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 هذه الضربة الكبيرة للجيش؟ هاي شو تسوي بالجيش؟ أين العزيمة تبقى؟ أين البسالة تبقى؟ أين الشجاعة تبقى؟ لما قائد الجيش تجي حفنة أموال ويتواعد بزواج، وإذا يصبح عليه الصباح بالشام هو ومجموعة من القادة،
إذا فتك. معاوية عرف شلون يصل إلى هذه النقطة وفتك بجيش الإمام الحسن. فأول زعزعة، أنت تعرف كل الزين، القوة مطلوبة. الإمام الحسن دور التاريخي، دور العقائدي بأبي أمي، جهز الجيش وعسكر وطلع ولبس ملابس القتال وخرج بجيشه لحرب معاوية، لأن القانون الديني لا يرى شرعية لمعاوية أبدا، لا يرى شرعية لمعاوية. لكن تنزلا واستسلام للواقع، لأن هذا الواقع، الإمام الحسن بأبي أمي ما بقى جيشه غير مؤهل، جيشه ما قاعد يستوعب الأبعاد اللي قاعد تعيشها الناس. مو كل حرب يقلهم الحرب مو هي العلاج. ليش النبي صالح بصلح الحديبية وكان يبقى يخوض حرب؟ ليش النبي صلى الله عليه وآله استفاد من عامل الوقت واستفاد من بناء المجتمع؟ ليش النبي لما كان يأسر مجموعة من الكفار يشرط عليهم في طلاق سراحهم شنو؟ يعلمون المسلمين القراءة والكتابة. شوف هذا اللون، هذا اللون أشار إلى النبي في أكثر من موطن واستفادة من التأريخ. لكن المجتمع كان ما مستوعب أبداً وغير مثقف ثقافة الهيبة والقداسة واحترام رأي المعصوم. هذا الإمام الحسن أنت تنظر له أنه ناطق عن السماء، ناطق عن الله، ناطق عن القرآن. شلون يسبوه ويشتموه؟ شلون يقتلوه لما يقطع نفه خذه؟ يعني هاي محاولة قتل. لما يرمي بسهم من بعيد محاولة قتل، اغتيال. هذا منو اللي اغتال الإمام الحسن؟ منين إجا؟ لما ابن عمه أمام المال يضعف، لما الجيش ماله يزعزع أثناء وجود الإمام الحسن دم ولحم. وهي ترى محنة كلش كبيرة، يعني إذا نصورها بواقع سياسي عسكري اجتماعي عقائدي، هي كمحنة الحسين عليه السلام يوم العاشر من محرم وحدة. يعني هنا فقط الإمام الحسن ما نادى هل من ناصر ينصرني. ولذلك كثير من آراء علمائنا والباحثين يقولون ما قام به الإمام الحسن من صبر وصلح هو مقدمة لعاشوراء ومقدمة لواقعة الطف، لأن الإمام الحسن حاول أن يحافظ على شيء اسمه يسموه بعلم الأصول التزاحم بين الأهم والمهم. هذا طبعا يراد لفن، يراد لعقل، يراد لاختيار. التزاحم يصير، انت تدخل للمسجد، لما تدخل للمسجد تلقى نجاسة أجلكم الله وأذن المؤذن، شو تسوي؟ يجي واحد يقول صلي، لا، الإسلام هنا يقول لك روح طهر المسجد، روح طهر المسجد، يلا تروح تصلي، خصوصا إذا عندك سعة بالوقت، مو متضايق لا صلاتك تفوتك وصير قضاء. إذا عندك سعة في الوقت تروح تطهر المسجد. ليش؟ لأن هنا الصلاة مهمة، بس تطهير المسجد شنو؟ أهم. هنا الحسن كون يخوض حرب بأبي وأمي مع معاوية وعسكر الإمام الحسن. الحسن ما بقى جالس في بيته، يستحيل التاريخ يقول لك، ولا بقى في منطقته، لا، عسكر وطلع وجهز وجيش حرب، حرب إكمالا للحروب اللي بداها أبوه، حرب النفاق والتزييف والغش والخداع. ويجينا حروب علي بن أبي طالب، حروب علي بن أبي طالب كلها داخل الإسلام مو خارج الإسلام، حروب علي بن أبي طالب كلها بداخل الكيان الإسلامي، يعني حرب كلها ضد التزييف والنفاق والدجل والغش. ما تقرأ أنت في دعاء الندبة؟ أين طامس آثار الزيغ والأهواء؟ أين هادم أبنية الشرك وشنو؟ والنفاق، النفاق بداخل الكيان، بداخل الكيان. إذا جاءك المنافقون، النبي يقول دول منين؟ شوف، كان هذا حليف بني زهرة الأشرق بن شريق، الأخنس بن شريق الثقفي، هذا كان يجي للنبي يحكي كلام ما شاء الله، ماكو واحد بالمسجد ما ينصت إليه مثله ومثل أمثال. وإذا بي بس يطلع من النبي يروح يفسد في الأرض، يفسد. فطلع القرآن بعد خلص نزل كمل النصار، قال له ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. هذا كان يقعد بالمسجد، هذا كان يقعد في بيت الله وأمام رسول الله، ولو ما القرآن نادى به
وهي الكلمة ترى في دعاء الندبة إلها مقصد عميق، أين هادم أبنية الشرك والنفاق؟ نستجير بالله. إلهي بحق الإمام الحسن طهر قلوبنا من النفاق، ألسنتنا من الكذب، عملنا من الرياء، أعيننا من الخيان. إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ببركة الصلوات بأعلى الأصوات. القضية أين يا شباب؟ رجالنا نساءنا، القضية شوية راد لها انتباهة. غدا نكمل بحثنا عن الإمام الحسن إن شاء الله، ونكون في ضيافته أيضا. القضية أين؟ أن هذا المجتمع وصل إلى مستوى من الضعف، أنه فقد الثقة بإمامه. شنو هالموقف هذا؟ وين الموقف العقلي؟ وين الموقف الديني؟ فأصبح الإمام الحسن يريد أن يبين الحال، فاضطر، لازم نقول هاي الكلمة، اضطر لكي يصالح معاوية على بنود. شوف أهم البنود أنه يجي أمير المؤمنين من بعد علي بن أبي طالب اللي معاوية شن حرب سياسية وعسكرية على علي. الإمام الحسن التفت إلى بعض النقاط، أنه يحفظ كرامة هذا الدين ويحفظ كرامة هذا المذهب ويحفظ كرامة الإسلام والقرآن والكعبة. روح أقرأ بنود الإمام الحسن وغدا نقرأها واحد واحد إن شاء الله، يسمح العالم ونسمحها سوية ونقف عند كل واحد منها. أنه بنود الإمام الحسن خالية من الأمور الشخصية والعاطفية والحزبية والفئوية، مطالب جماهيرية كما يقولون، مطلب جماهيري، مطلب عام، مطلب ما يعترض عليه أي إنسان مسلم شريف. اليوم اللي يقرأ صلح الإمام الحسن وبنود الإمام الحسن اللي خطها وطلبها، ومن ضمن طلباته أنه ماكو خليفة من بعده، وماكو إنسان يترأس الأمور من بعده وبعد الحسن غير الحسين. هذا كان بند من البنود، لكن هذا كله معاوية ضرب عرض الجدار. كل معاوية لما استتب إلى الأمر، أنت لا تنسى مولان، غدا نقف عند نقطة إن شاء الله تعالى. معاوية متسلط 20 سنة على السياسة في الشام، وعلى المال في الشام، وعلى الإعلام. ومرينا في أيام الإمام السجاد هذا الشامي اللي يدخل ويسب الإمام الحسن، بمجرد أنه اسمه الإمام الحسن، بمجرد أنه الحسن بن علي بن أبي طالب. هسه زين مو زين ما يدري، أكو ناس ترى ما تدري هذا زين مو زين، بس بمجرد هذا العنوان سب وشتم. أكو تثقيف. إذن تسلط معاوية لمدة 20 سنة في الشام على المال والسياسة والإعلام، فتك بالإسلام، فتك إلى اليوم، إلى اليوم آثار موجودة. وإلا والله لينبش قبر حجر بن عدي هو ابن معاوية، ماكو شك، واللي يذبح الأطفال واللي يستحي النساء ويفعل ما يفعل. هذا الثقافة اللي إلى اليوم، إلى اليوم موجودة. اليوم 2010 بعد 1400 سنة من ذاك التاريخ، وأكو ناس اليوم تصعد منابر وعتها فضائيات وتقول يزيد أمير المؤمنين اجتهد فأخطأ، أي وتترحم عليه، اللهم يحشرهم معه. التفت لي لهاي النقطة. إذن الإمام الحسن بأبي أمي، هذه المعاناة شديدة لما المجتمع يفقد ثقته جهلا، ويسيء إلى القائد جهلا، ويشكك في عقلية القائد جهلا، ويسب ويشتم القائد ويتجرأ عليه، ثم الخيانة في بيته، زوجته تدس له السم، لأن ماكو كيف، محاولات الاغتيال كلها فشلت، محاولات الاغتيال لم تنجح، ووصل النفاق بيد معاوية إلى تلك المرأة. طبعا لا تلام، أبوها الأشعث، أخوانها، فدست السم لإمامنا. يا ريت يساعدونا الإخوة بتقليل الضوء شوي، اليوم نريد ندق على روسنا. اليوم شنقلها الفاطمة؟ لا، هي تقول واحنا راح نقول لها. هي شو تقول؟ دهري رماني بالرزايا في كل غالي، ولا يوم ساعة من الولم مرتاح بالي،
وشتت أولادي عن يميني. احنا شو نقلها؟ نقلها نصبوا يا زهرة اليوم في بيتك عزية. نصبوا يا زهرة اليوم في بيتك عزية، نصبها بالدار غريب الغاضري. شبي ناصبها بالدار غريب الغاضرية، يبكي على عضيد الحسن مسمومة خير. خلي نونها هاي الونة، نحرك قلوبنا ونروح للقاء اللي صار بين الحسن وبين الحسين وبين أختهما زينة. دهر رماني بالرزايا في كل غالي، وين الشباب ولا يوم ساعة من الولا مرتاح بال. شتت أولادي عن يمين وعن شمال، وأعظم مصيبة لون الناعي على حزن. نصبوا يا زهر اليوم، هاي لأن إذا ما تطلع من قلبك ما مقبول أبويا. شباب ليلة الحسن، ها نصبوا يا زهر اليوم في بيتك عزية، ها نصبها بالدار غريب الغبر. يبكي على عضيد الحسن مسموم خيا. بعد شباب يبكي على عضيد الحسن مسموم خيا، وحق لون الناعي على حسن. يا ابا لله امامنا الحسن بعد أن تجرع السوم طلب بأبي وأمي أن يؤتى إليه بطشت، جيء إليه بالطشت وإذا به يقذف كبده قطعة بعد قطعة. رحم الله من نادى وإماما ومسموما، صوتك ومظلوما. إمامنا الحسن يقذف بكبده وأمامه الحسين. نظر إمامنا الحسن إلى أخيه الحسين وإذا به يرى دموع عينه تجري على خده. التفت إليه الحسن وقال: أخي أبا عبد الله، لا يوم كيومك يا حسين. أخي لا يوم كيومك، تبكي علي يا أبا عبد الله، فمن يبكي عليك بعد ذلك اليوم؟ ثم التفت إمامنا الحسن وهو يقول: أخي أبا عبد الله، لما حضرت جدنا الوفاة كان رأسه بحجر أبي، ولما حضرت أمنا الوفاة كان رأسها بحجر أبي، ولما حضرت أبي الوفاة كان رأسه بحجري. أخي الآن رأسي بحجرك، أخي يا حسين، أخي يا أبا عبد الله، رأسك بحجر من سيكون ثلاثا يا حسين؟ ثم إمامنا الحسن بين حين وحين يقذف بالطشت قطعة من كبده، وويلاه وفي هذه الأثناء وإذا بالباب تطرق، وإمامنا الحسن علم بمن هو خلف الباب، فحط الطشت عن جانب والتفت إلى الحسين:
أخي أزيح الطشت عني فإن أختي زينب قد قدمت ولا أحب أن تراني بهذا الحال. اقل لي يا حسين شيل الطشت عني والله عني خواتك يا ابو السجاد جني والله يردن يشبع شوف مني اخويا يا ابو خويا طشت بيت ابدت ودمي والله واخاف ان تنفجع بنت امي. دخلت مولان تنا زينب لما رأت اخاها الحسن بهذا الحال ضربت على رأسها وهي تقول واخا وحسنا من للضيف عندما يأتي يا كريم هذا البيت من للضيف إذا جاء وطرق البياض. زينب لطمت على رأسها وإمامنا الحسن يجود بنفسه يقل لأخوي أخوي شيل الطشت عني يا ضوء العين والله شيل طشت عني يا ضوى العين. أظن زينب اجتني أخويا يا حسين والله بعد هناك عني يا ابن الأطياب يا ابن الأطياب أحس قلبي يدق ويدقت الباب خويا أحس قلبي يدق ويدقت الباب الباب اندق سمعه وخايف شلون والله شلون لو شافت زينب مصفر اللون يقل نقوم افتح يا خويا الباب الها والله إلها وعلى مصيبتي بالك تقل يا ما يقل لك كفاها البيها يا حسين من الأشرار. الله أكبر. الإمام الحسن هيك قلق على زينب. الإمام الحسن ما يريد يشوفه بهذا الحال. كفاها البيها يا حسين من الأشرار وبعده ما طفت مشتعلة بيها النار منين والله من ظل عزجية وحرق باب الدار بعده ما طفت مشتعلة بيها النار والله من ظل عزجية وحرق باب الدار خويا خويا وبعده تنوح لسه الحيدر الكرة. اسمع الإمام الحسن يقول على لسانه اي والله شي يصير القلب لا شفت زينة والله شي يصير القلب لا شفت يا اب وحط راس على جدف الحسن ينحى. زينب شنو حالها تقلنا اخويا اعذرني يا اخويا ما اروح وويلا اي والله اولى افتح القلب يا إمامنا الحسن
بعد أن قذف هذه القطع المقدسة من كبده كان يخاف على زينب أن ترى كبد مقطع. نقول له: سيدي أبا محمد، لقد رأت جسد الحسين مقطع، مجزر جزر الأضاحي، آجركم الله. ثم إمامنا الحسن انتشر السم في بدنه فمدد رجله وأسبل يده وغمض عينه ثلاثا، وإماما ومسموما ومظلوما إذا تقدر، إذا تقدر والله يوفقك، ضرب على راسك وصيحة وحدة خلي يسمعها العالم. يا ويلي على المسموم، يا ويلي على المسموم، يا ويلي على المظلوم، يا ويلي على المظلوم، يا ويلي على المسموم. وين الشباب؟ يا ويلي على المسموم. ثم قام إمامنا الحسين بتغسيل أخيه الحسن وتكفينه وتشييعه، فخرج الأحباب والموالون وجيء بجنازة الإمام الحسن، وكان القصد بتجديد العهد عند قبر جده رسول الله، فوجدوا المرأة واقفة بالباب وهي تنادي: لا تدخلوا علي من لا أحب. ومنعت دخول الحسن إلى قبر جده، وكان مروان لعنه الله واقفا مع جماعة يحملون السهام والنبال ومصيبته وإمامه، فرشقوا جنازة الحسن بالسهام. وويلا، رحم الله من نادى ثلاثا بصوت عالي: يا حسن، وهنا لما ضربوا جنازة الإمام بالسهام ورشقوا نعش الإمام الحسن بالسهام، قال الإمام الحسين: لا يحق إراقة الدم. وقد أوصاه أخوه الحسن بأن لا يراق دم على جنازته، فجدد العهد من بعيد بقبر جده، ثم مضى إلى البقيع ودفن أخاه الحسن هناك عند عمه وجده العباس وجدته فاطمة بنت أسد. وها هو قبر الإمام الحسن إلى هذا اليوم، عندما تزوره بقلب مفجوع تقول: السلام عليك أيها الإمام المظلوم، السلام عليك أيها الإمام المسموم، السلام عليك يا صاحب القبر المهدوم. لكن أيها الأحبة، ونقول لإمامنا الحسن: سيدي أبا محمد، لقد وقف عليك أخوك الحسين وقام بتغسيلك وقام بتكفينك، وحملت على جنازة وبني هاشم يحومون حول جنازتك، ثم أخذوك إلى الدفن معززا مكرما. لكن سيدي أبا محمد، ما بال من بقي بلا غسل ولا دفن، ما بال من بقي تنتابه العواسل في صحراء كربلاء. زينب بأبي وأمي رأت هذا المنظر الذي لا يطاق، فأرادت أن ترمي بنفسها من على ظهر الناقة، حيث رأت جسد الحسين مجزر جزر الأضاحي
محزوز الرأس مسلوب الثياب بأبي وأمي نادت بذلك الصوت تقل لنا وين أضمك وين أخلي أنا وين أضمك وين أخليك تراني تحيرت يا مهجتي بي اي والله هاي جاين هاجان هاجان يا خويا الحرم بالوديا اي والله هاي جن هاجان ولعد جسمك يا ابو السجا اخو جسمك يا ابو السجاد والله هاجن هاجن العقل من شبة النيران اي والله هاجن هاجن العدو فرهود صاح وبالثنيه هي العدو فرهود صاح وبالثنيه هي الثنيه تقل اخويا اخويا لوان لوان الدهر يا ابن امي بيت بيت لمولاتنا زينب بحق الامام الحسن تقضى الحوائج يا الله لوان لوان الدهر يا ابن امي سطرني ولا رحم حال اي والله لا رحم حالي على درب الحزن ذبني لا سلوى ولا و يا الله ان شاء الله غدا لنا موعد مع مصيبة امامنا الحسن ان شاء الله الهي بحق امامنا الحسن المظلوم المسموم صاحب القبر المهدوم أحبائنا بالمدينة إخواننا اللي بالمدينة يا موالين يا محبين اللي بالمدينة لا تنسونا من الدعاء والزيارة عند الحسن الليلة وإحنا أيضا ما ننساكم من الدعاء واحد يتبادل مع الآخر إن شاء الله ذكرونا بالزيارة والدعاء وإحنا نذكركم بالدعاء إن شاء الله هنيئا لكم وأنتم الليلة عند الإمام الحسن لكن أي قلب هذا يتحمل ينظر إلى قبر الحسن المهدوم يا الله بسم الله الرحمن الرحيم أما خمس كلمات يا أولا ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم دعاء الفرج اللهم كن لولي وليان وليان
أرضك طوعا وتمتعه فيها برحمتك يا أرحم. وين الشباب؟ ثلاثا عجل اكشف هذه للمرضى للمرضى يا من اسمه. جزاك الله خير. ثلاثا يا سريعا إلهي بحق إمامنا الحسن، إلهي بحق محمد وآل محمد، من كان مريض أو عنده مريض ممن أوصانا بالدعاء والإخوة المنظورين من عليهم بالصحة والعافية يا الله. اقض حوائج المحتاجين لا سيما المحرومين من الذرية، قر عيونهم فرح قلوبهم، ارفع يدك صوتك افتح قلبك، ثبتنا على إلهي. فرج عن المكروبين، احفظ المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها، احفظ مقام السيدة زينب، احفظ مقام السيدة رقية وبنات رسول الله. اطلبوا حوائجكم.